طرح عمل هذه الكلمة. نتيجة تجريبية فقط. نأخذ مشهد بسيط، نقوم بهذه الحركة ثم نقوم بالحركة الثانية. نأخذ لقطة فارغة كخلفية، الآن نقوم بقطع المشهد. نقطع المشهد في هذه اللقطة، ثم نأخذ صورة ثابتة لهذه اللقطة، الآن نحذف خلفية الصورة الثابتة ببرنامج عزل الخلفية. نستورد تلك الصورة الآن، نحذف الصورة السابقة، نحدد الصورة ثم نحاول أن نمددها لتنطبق مع المشهد. الآن نقوم بتحريك الصورة من الأسفل نحو الأعلى بتطبيق خاصية الإزاحة. الآن نذهب إلى المشهد الثاني ثم نقطع المشهد في اللقطة المناسبة للنزول. وبنفس الطريقة نأخذ لقطة ثابتة، نذهب إلى برنامج عزل الخلفية للتعديل على اللقطة الثابتة ثم نستوردها. نمدد الصورة حتى تأخذ حجمها الحقيقي. نقوم بتحريك الصورة من الأعلى نحو الأسفل بتطبيق خاصية الإزاحة. الآن لنرى النتيجة، بعد الانتهاء من مرحلة الطيران ثم النزول، الآن سنحاول إدخال التوأمين إلى المشهد. نقوم بعمل لاير للمشهد الثالث ثم نقوم بعمل لاير للمشهد الرابع ثم نقوم بإزاحته تحت المشهد الثالث. ثم نطبق خاصية الماسك على كلا المشهدين.
بهذه الطريقة الآن نسحب لاير المشهد الثالث ولاير المشهد الرابع تحت المشهد الأول وهكذا نصل إلى نتيجة تجريبية فقط.